وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للنازحين في مخيم ديبكا في أربيل، ينضم إلينا دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى عبر الهاتف من أربيل. أهلا بك معنا دكتور فهداوي. حياكم الله. حياكم الله سيد الكريم، يا مرحبا. أهلا بك دكتور فهداوي. يعني قدمتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات للنازحين في مخيم ديبكا في أربيل، لو تحدثنا بداية عن هذه الحملة. هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التي تقدمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، ضمن سلسلة حملات إغاثية ارتأت منظمة أم القرى أن تقدم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين هذه الحملات مع موسم الشتاء وشدة البرودة على أهلنا النازحين القادمين في مجموع المخيمات في مجموع محافظات العراق، في معظم المحافظات. هذه المخيمات بعيدة عن الطرق وبعيدة عن المدن، مرمية في أرض مفتوحة، ولذلك تعاني شدة الظروف المأساوية في موسم الشتاء. ولذلك ارتأت المنظمة بأن تقدم عدة حملات متواصلة لأهلنا النازحين للتخفيف من شدة وطأة هذا الموسم مع شدة احتياج النازحين، لأنهم الآن الكثير من المنظمات عزفت عن تقديم الحملات الإغاثية لهم، وكذلك الجهات المسؤولة عن إغاثتهم. ولذلك جاءت هذه الحملة لتقديم المنح المالية في مخيم ديبكا، وشملت 600 عائلة تكملة لجميع القاطنين في هذا المخيم. تقدمت سلسلة حملات أخرى كذلك في محافظات العراق، في الأنبار وفي بغداد وفي كركوك، وكذلك في مجموع مخيمات أخرى. وهذه الحملة جاء في مخيم ديبكا لشمول جميع العائلات في هذا المخيم. هذه الحملة يعني ما الذي تشمله؟ فقط المساعدات أم ماذا؟ المساعدات العينية أم ماذا؟ هذه الحملة حقيقة يعني نحن ارتئينا منذ فترة أن تقدم الحملات الإغاثية على شكل منح مالية، وهذه تأتي بالدرجة الأولى في تلبية احتياج المواطنين النازحين في المخيمات وفي كذلك المواطنين المهجرين في المدن الأخرى. هذا المبلغ المالي يسهل لهم أن يختاروا ما يختارون من احتياجاتهم. نحن ننسق كذلك مع إدارات المخيمات، ونتصل كذلك مع قاعدة المعلومات التي توفر عندنا لكثير من النازحين، نتصل بهم ما الذي يحتاجونه، ما الذي يكون في أولويات اهتماماتهم واحتياجاتهم، ثم بعد ذلك نقدم لهم الحملة الإغاثية على وفق ما يرتون وعلى وفق ما يحتاجون. ولذلك كنا ننسق مع أهلنا النازحين في المخيمات وكذلك المهجرين القسريين في المدن، ثم نقدم لهم الحملات. يعني في بعض الاحيان نقدم لهم المستلزمات الضروريه للمستلزمات الطبيه، وقد ياتي الظرف كذلك هم يحتاجون الى المواد الغذائيه، فتكون حملتنا يعني سله غذائيه كما قدمت منظمه ام القرى السلات الغذائيه وقود التدفئه وكذلك المنح الماليه والاغطيه الشتويه في مخيمات بزيبز وفي مخيمات العامريه وكذلك في كركوك وفي بغداد. وهذه الحملة جاءت في المخيم بتقديم المنح المالية بحسب طلب إدارات المخيم وكذلك طلبات النازحين. دكتور الفهداوي، يعني إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية والصحية، وخاصة يعني كما تعلم ظروف فيروس كورونا وانتشاره، إلى أي مدى أثرت هذه الأوضاع على تلك العوائل؟ كما تفضلتم سيدي الكريم، هنالك مجموعة ظروف أثرت بشكل كبير على النازحين. ظروف يعني جائحة كورونا، وكذلك عزوف الكثير من المنظمات عن إغاثة النازحين، وكذلك تلكؤ الجهات المسؤولة وكذلك تقصيرها عن إغاثة النازحين.
ثم جاء الظرف الأخير بإغلاق الكثير من المخيمات في كركوك وفي ديالى وفي الموصل، وكذلك صلاح الدين إغلاق المخيمات قسريا، ويتم طرد النازحين في العراء مع أيتامهم مع أراملهم مع أطفالهم، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى هياكل مرمية في أطراف المدن أو أي مكان يتهيأ له أقل يتهيأ فيه أقل أسباب السكنى، ثم بعد ذلك يلجؤون إليه. نعم. الكثير من العائلات لجأت إلى المخيمات في كردستان، في بحركة وفي ديبكة وفي الخازر، وكذلك في مناطق أخرى من أربيل وسليمانية وكذلك الدهوك ومناطق أخرى. شكرا جزيلا. ولذلك هذا نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت ضيفنا عبر الهاتف من أربيل.